قتل القيادي العسكري في حزب الله مصطفى بدر الدين. نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أعلن أن حزبه سيعلن خلال ساعات أو خلال وقت مبكر من يوم غد نتائج التحقيقات في مقتل بدر الدين. جاء ذلك خلال كلمته في مراسم تشييع بدر الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت، مشددا على استمرار حزب الله على نفس النهج الذي اختاره بدر الدين. معي لقراءة تداعيات اغتيال أو مقتل بدر الدين هنا في الاستوديو الكاتب والإعلامي دكتور محمد قواص، وسنبدأ النقاش بعد هذا التقرير. تلقاها حزب الله اللبناني في سوريا بعد مقتل مصطفى بدر الدين أبرز قياداته العسكرية في انفجار كبير استهدف أحد مقراته قرب مطار دمشق الدولي. في البداية أعلن حزب الله أن بدر الدين اغتيل في غارة جوية إسرائيلية استهدفته على الحدود اللبنانية السورية خلال الأيام الماضية، ليعود الحزب بعد ذلك للحديث عن مقتله في انفجار كبير لم يحدد مصدره أو طبيعته إن كان ناتجا عن غارة جوية أو قصف مدفعي. المعارضة السورية احتفلت بمقتل الرجل وتحدثت عن احتمال سقوطه في معارك بلدة خان طومان في ريف حلب التي سيطرت عليها المعارضة قبل أيام وقتلت العشرات من قوات النظام وحلفائه الإيرانيين وحزب الله. دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الأخرى احتفلت بحادث الاغتيال، لكنها التزمت الصمت كعادتها وتركت لوسائل إعلامها حرية الاحتفال بمقتل أحد أبرز المطلوبين على قائمة اغتيالاتها، قائمة نشرتها صحيفة يدعوت أحرنوت وتضمنت من تم اغتيالهم برصاص الاحتلال أو برصاص غيره ومن ينتظرون على قائمة المطلوبين. وبعيدا عن احتفالات المعارضة السورية وإسرائيل باغتيال الرجل والضرر الذي لحق بحزب الله، إلا أن مقتل بدر الدين أثار ضجة كبيرة. فمن هو؟ هو مصطفى بدر الدين، ولد في العام 1961 في بلدة غبيري في لبنان، يلقب بذو الفقار ويعرف أيضا بعدة أسماء منها إلياس فؤاد صعب أو سامي عيسى. يرجح أنه خليفة عماد مغنية القائد العسكري لحزب الله الذي اغتالته إسرائيل في العام 2008، كما هو شقيق زوجته. ظل مع عماد مغنية حتى العام 1982 أعضاء في حركة فتح الفلسطينية قبل أن يلتحق بصفوف حزب الله. اعتقل في الكويت العام 1983 بتهمة تفجير السفارة الأمريكية، واعتقل من قبل السلطات الكويتية وحكم عليه بالإعدام، لكنه نجح بالفرار العام 1990. ورد اسم بدر الدين في لائحة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري والذي قتل في العام 2005، وهو عضو أيضا في مجلس شورى حزب الله. بمقتل بدر الدين يكون حزب الله خسر أحد القيادات العسكرية الرئيسية، ليضيف بذلك خسارة جديدة في صفوف قياداته الذين قتلوا في الحرب السورية منذ اندلاعها في العام 2011. خسارة هي الأكبر، لكنها لن تكون الأخيرة في حال إصرار الحزب البقاء في المستنقع السوري. دكتور محمد، إذا كان فعلا بدر الدين هو القائد العسكري الثاني في لبنان أو حتى الرجل الثاني في الحزب، فماذا تشكل هذه الضربة الموجعة لحزب الله بمقتله؟ هو طبعا من القيادات التي تثار حول علامات استفهام كثيرة. أولا هو من القيادات الأمنية والعسكرية أيضا، وطبعا من خلال تاريخه ومن خلال تاريخ التقرير الذي بث منذ قليل، مصطفى بدر الدين كان مكلف بملفات معينة. طبعا في تاريخه نعرف يعني تورطه في انفجارات حصلت في الكويت، كان أيضا يعني محكوما بالإعدام هناك، أيضا اتهم بشكل رسمي المحكمة الدولية بشأن اغتيال الرئيس الحريري بأنه كان قائدا لفرقة كانت تشرف على عملية الاغتيال. طبعا حاليا هو يعني يلعب دور القيادة العسكرية لقوات حزب الله في سوريا، هو مسؤول عن التنسيق المباشر ما بين حزب الله وبين القيادة السورية، وبالتالي هذه الضربة التي تستهدف هذا الرجل تستهدف مجموعة من الملفات. لذلك
هناك أسئلة حول من اغتال. سأناقش معك احتمالات الجهة التي اغتالت، ولكن قبل ذلك بالنسبة لحزب الله كيف نفسر هذا الارتباك في تصريحات حزب الله؟ قناة الميادين المقربة من إيران صرعت إلى اتهام إسرائيل، الحزب بعد ذلك نفى، وقبل قليل نائب الأمين العام نعيم قاسم خلال تشييع بدر الدين قال خلال ساعات، قال لجمهوره أطمئنكم بأننا سنكشف التحقيق خلال ساعات وأن المعلومات ستكون واضحة. قال نحتاج إلى بعض الوقت لنتيقن 100%، ولكنني أطمئنكم أنه في وقت أقصى صبيحة الغد سنعلن بالتفصيل ما سبب الانفجار ومن الجهة المسؤولة. أولا اللافت لأول مرة أنه حزب الله يعتبر أنه بإمكان قائد كبير داخل الحزب أن يقتل دون أن يكون القتلة هم الإسرائيليون، يعني هذا احتمال، ولذلك هم بصدد تحقيق سيعلن عنه قالوا في الحد الأقصى صباحا. أولا، ثانيا، أن الحزب قال أن هناك انفجار وقع في أحد مراكزنا قرب المطار، لكن نتيجة هذا الانفجار هو مقتل شخص واحد. هذا المركز ما هو هذا المركز؟ كان في ناس، كان في بشر. غريب أنه ما تحدثوا عن القتلى الآخرين، عن جرحى، وبالتالي هل هذه عملية انفجار؟ طبعا لماذا لم يكن هناك صور عن هذا الانفجار؟ هل هي عملية اغتيال؟ هل هناك شيء آخر لا نفهمه؟ لماذا حتى الآن لا نعرف إذا هذا الانفجار وفقا للبيان هو عن طريق الطيران أم عن طريق القصف الصاروخي أو عن طريق عبوة أو عن طريق قصف مدفع؟ هناك مجموعة من الأسئلة. عندما يعلن نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أننا بصدد التحقيق، بمعنى آخر أنه سيناريو إسرائيل ليس السيناريو الوحيد، علما أنه البروباغندا الإيرانية على الأقل على لسان وزير الخارجية الإيراني الذي يقول أنه هذه يعني جولة جديدة من المواجهة مع إسرائيل. طيب سأناقش معك الاحتمالات المختلفة للجهات التي تقف خلف مقتل بدر الدين، ولكن اسمح لي أن أشرك أستاذ القانون الدولي في بيروت دكتور طارق شندب. دكتور شندب، أرحب معك، أرحب بك في أضواء على الأحداث. هذه الضربة التي تلقاها اليوم حزب الله بمقتل مصطفى بدر الدين، من وجهة نظرك من هي الجهة التي يمكن أن تقف خلف توجيهها؟ ضيوف الكرام، أكيد مصطفى بدر الدين إرهابي كبير راح عم بيقتل الشعب السوري، وبالتالي مما إذا كان قتل مصطفى بدر الدين فهي طبيعة المعركة. أنا أعتقد أن مصطفى بدر الدين أمام سيناريوهين اثنين، إما قتل في حلب وقالوا قتل في دمشق، وهناك قادة من ميليشيات حزب الله وغيرها ومن إيران قتلوا في حلب، فأعتقد أنه قتل هناك، أو أن ميليشيا إخفاء معلومات عن المحكمة الدولية، كذلك الأمر هذا أمر وارد. هنا أن ننسى كذلك أن هناك كثير من المتهمين باغتيال رفيق الحريري هم صفوا حقيقة، العميد غازي كنعان، وزير الداخلية السوري السابق، اللواء محمد الحسن، رستم غزالة، عماد مغنية. إذن هل كان مصطفى بدر الدين يقف على قائمة، على رأس القائمة للمطلوبين بقضية الحريري الآن؟ مصطفى بدر الدين هو من الخمسة الذي سمتهم المحكمة أو سمتهم لجنة التحقيق الدولية التابعة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لأنهم من المتورطين الأساسيين الذين شكلوا عصابة إرهابية لقتل رفيق الحريري بالإضافة إلى جرائم أخرى. ورد اسمه كاملا، تم تصنيف أفعاله الجرمية على أنها أعمال إرهابية. هو متورط كذلك بعديد من الأعمال الإرهابية في الكويت سابقا، وفي بيروت، وفي الجزائر، وفي سوريا. دكتور شندب، أنت أشرت إلى دور حزب الله ودور بدر الدين في عمليات سورية. صحيفة نيويورك تايمز اليوم قالت بأن بدر الدين كان أبرز قادة حزب الله وكان يدير عمليات الحزب في سوريا، واتهم بسلسلة هجمات يعني حتى قام بها في سوريا. برأيك هل ذلك سيؤثر على مشاركة حزب الله في الحرب الدائرة في سوريا؟ يعني ما حصل أو يحصل في سوريا من إرهاب تمارسه الميليشيات الصفوية وعلى رأسها ميليشيا حزب الله وما يقوم بها النظام السوري وروسيا من ذبح للشعب السوري، هو عمليات يعني يندى لها الجبين البشري، هي جرائم ضد البشرية، جرائم حرب، جرائم إنسانية لم ترتكب منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن الحمد لله شعب سوريا الحر، ثوار سوريا أظهروا صورة للعالم أنهم لن يركعوا ولن يركعوا، وأن الشعب إذا سار فلن يمكن لأحد أن يقف في وجهه. ما حصل بالرغم من كل التآمر
الدولي على شعب سوريا ومن قوة روسيا الجوية ومن قوة بطش النظام ومن شركة ميليشيا حزب الله ما حصل في حلب منذ عدة أيام وحتى اليوم دليل على أن هذه الثورة لن تسقط، على أن الثوار يشطرون أربع الصور في تصدي لهذا الإرهاب، في تصدي للعدوان. هم أعطوا نموذج للعالم كيف تكون، كيف يدافع هذا الشعب عن 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 أرضه وعن وطنه وعن شرفه باللحم الحي. هم أذاقوا الميليشيات الصفوية أصناف القتل التي لم يشهدوها من قبل. شكرا. عشرات القتلى، ويمكن أن تقول أن هناك مئات القتلى من ميليشيات صفوية شيعية بالذات قادمة من باكستان لا أحد يسأل عنها، ومن أفغانستان. الجثث ملأة، وأنا لا أعتقد وأنا لا أستبعد أن يكون مصطفى بدر الدين سقط هناك، وقالوا أنه سقط في دمشق حتى لا يعطوا الثورة أهميتها ولا يعطوا مكانها للثوار. ولكن أقول لك الشكر للثورة السورية التي أعطت العالم نموذج كيف تحارب الإرهابيين، ها هم يسقطون على أرض سوريا الواحد تلو الآخر. أستاذ القانون الدولي دكتور طارق شندم، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت. الجهة الآن الواضحة التي كان يشير إليها دكتور شندب بأنها هم الثوار السوريون، هو كان مشارك في معارف نيويورك، نيويورك تايمز اعتبرته القائد العسكري الأول لحزب لعمليات حزب الله في سوريا. ما رأيك في هذا التحليل؟ يعني هناك عمليات عسكرية، عمليات حربية، هو قتل في عمليات إما حلب أو دمشق. هذا طبعا وارد جدا، ويضاف إلى مجموعة كبرى من الجنرالات التابعين لإيران الذين سقطوا، وللمفارقة أنهم سقطوا منذ الدخول الروسي إلى سوريا. كان هناك طبعا علاقة ما بين الدخول الروسي وسقوط جنرالات، خصوصا أن الجنرالات هم قيادات ميدانية يفترض أن لا يكون في الصفوف الأولى. فقد يكون أيضا مصطفى بدر الدين جنرال حزب الله الذي أسقطته المعارضة السورية وقوات. هذا طبعا أحد السيناريوهات، وقد يكون سيناريو يعني فيه مصداقية. لا، لكن قبل أن ننتقل للسيناريو الثاني، أنت أشرت إلى روسيا، يعني إلى ماذا ترمي، ماذا تغمز؟ يعني أنه المثير بأنه مع دخول روسيا في الحرب الدائرة في سوريا يسقط جنرالات إيرانيون وقادة عسكريون لحزب الله. لم نكن نسمع بذلك قبل الدخول الروسي. كان يعتبر أن هناك جيش للنظام، وكان هناك ميليشيات تابعة لحزب الله أو ميليشيات عراقية أو أفغانية، وأن هذه الميليشيات كانت يعني يسقط منها، لكن القيادات كانت بعيدة. فجأة عندما دخل العامل السوري، أولا بدأنا نشعر الروسي بدأنا نشعر أن روسيا عسكريا في الفترات الأولى قطعت كل أنواع الميليشيات التابعة للنظام التي كانت تحت المراقبة الإيرانية. ثانيا بدأت الأخبار تتحدث عن مقتل اللواء فلاني والجنرال الفلاني إلى آخره، وطبعا هناك يعني جنازات تمشي في إيران، بما قد اعتقد أن هناك يعني تنافر روسي إيراني على الميدان، على القرار الميدان. هو واضح جدا في السياسة أنه بالنهاية القرار في سوريا حاليا قرار روسي، يتم التنافس معه إيرانيا، وإيران التي لا تملك، طبعا إيران وميليشياتها لا تملك الأسبقية العسكرية، هي بحاجة إلى هذا الغطاء الجوي الروسي، لذلك هي تستغل الأجندة الروسية من أجل. لكن واضح جدا مثلا في موضوع حلب هناك يعني تناقض في موضوع حلب. روسيا لديها تفاهمات مع الولايات المتحدة، لا تقبلها دمشق ولا تقبلها طهران حتى الآن. أشرك معنا في هذا النقاش أيضا الكاتب والصحفي اللبناني نبيه البرجي. سيد نبيه البرجي، أرحب بك في أضواء على الأحداث، وسؤالي لك لماذا فقط الذين على قائمة المطلوبين المتهمين في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يسقطون واحدا تلو الآخر؟ من هو الشخص الآخر الذي سقط؟ يعني بمعلوماتنا أن مصطفى بدر الدين هو الوحيد الذي سقط حتى الآن. يعني يعني إذا كان هناك من تشكيك في الحادثة، يبدو أن الواضح أن مصطفى بدر الدين قتل بيد إسرائيلية. جيرجلان بوست، يعني تعلمين حضرتك أنها جريدة ذات صدقية عالية، أشارت إلى غارة إسرائيلية، وكل الصحف الإسرائيلية تحدثت عن دور للموساد في عملية الاغتيال. لم يسقط أي آخر بين الخمسة الذين وردت أسماؤهم في القرار الاتهامي. إذن هل يكون الأول إذن هو في القائمة اللبنانية؟ لأنني كنت أشير إلى قادة سوريين كوزير الداخلية السوري الأسبق غازي كنعان، والقائد العسكري البارز
للقوات السورية التي كانت متواجدة في لبنان؟ لسيدتي غازي خدعان لم يتورط قطعا، وكان خارج إلى حد كبير، كان خارج القرار في سوريا عندما استيل الرئيس الحريري. على العكس من ذلك، يتردد أن سبب انتحار غازي كنعان هو حديث، هو كلام حول اغتيال الحريري أزعج البعض، يعني فأرغم أو دفع إلى الانتحار. أما أن يكون له علاقة، هذا الرجل كان الصديق الشخصي للرئيس الحريري، وكان من أهم يعني المعارضين للمس به أو لإهانته أو للتعامل معه بسلبية. طيب سيد البرجي، ماذا تكسب إسرائيل من اغتيال بدر الدين إذن؟ يا سيدتي، هناك حرب مفتوحة بين حزب الله، وهناك قيادي فعلا، هناك بغض النظر عما إذا كنا مع حزب الله أو ضد حزب الله، ولكن هناك قيادات مميزة داخل حزب الله. كان هناك ثنائي بالأساس عماد مخنية ومصطفى بدر الدين، الاثنان يتميزان بالقدرة على التخطيط في العمل الميداني في نفس الوقت. بطبيعة الحال يعني يشكل هدفا ذهبيا للموساد، وقد يعني توصلوا إلى اغتياله أمس. هل سننتظر كثيرا دكتور البرجي؟ حزب الله سارع اليوم على لسان نعيم قاسم نائب أمين عام الحزب إلى أنه سيعطي التفاصيل كاملة عما جرى في موعد أقصاه صبيحة الغد. أليس من المبكر فعلا أن تتوفر للحزب كل هذه المعلومات ليعلنها اليوم أو غدا على الملأ؟ أنا اتصلت بحزب الله، المعلومات التي يريد أن يريدها تتعلق بالجانب التقني من العملية، يعني هل نفذ بعبوة ناشفة أم بصاروخ أم بغير ذلك، يعني صاروخ أطلق من طائرة أم كما قتل القنطار بصاروخ وجهة عن بعد. الأمر يتعلق بطريقة الحال، لا يستطيع القول بأن فلان في الموساد هو الذي قتله أو خطط للعملية. أنا في معلوماتي أنه يتحدث عن الجانب التقني فقط من العملية. شكرا جزيلا لك نبيه البرجي الكاتب والصحفي اللبناني. إذا حسب السيد البرجي الأمر محسوم بالنسبة لحزب الله، إسرائيل هي من تقف خلف اغتيال بدر الدين. برأيك يعني هل ستخسر كثيرا إسرائيل إذا اغتالت بدر الدين المرتبط اسمه بقضية الحرير التي سنناقشها؟ ما هي مكاسب ومخاسر إسرائيل من استهداف بدر الدين؟ أول شيء لا نريد أبدا أن نقصي إسرائيل عن هذا الأمر، ولإسرائيل مصلحة في اغتيال أي قيادي في حزب الله، لكن نحن نتحدث منطقيا. يعني أنا أعتبر أنه إذا كان لإسرائيل توفر لها الفرصة لاغتيال هذا الرجل فستغتال هذا الرجل، لكن هل هذا من أولويات إسرائيل؟ هل مهمات مصطفى بدر الدين كانت ضد الاحتلال الإسرائيلي، ضد المواقع الإسرائيلية، أم كانت مهماته حسب ما يعني بالبروفايل الذي عرضتموه منذ قليل في عمليات خاصة لها علاقة بشؤون عربية أو لها علاقة برئيس رفيق الحريري أو لها علاقة بالجهد العسكري لحزب الله في سوريا؟ وبالتالي الصحف اللبنانية ومنها الأخبار تحدثت بشكل واضح بأنه كان يشرف على عمليات عسكرية في سوريا لحماية مقام السيدة زينب. وبالتالي يعني هذا مهماته الحالية، مهماته الحالية وهذا منذ سنوات، تتعلق بأمن حزب الله وتتعلق بخصوم حزب الله الذين ليس له علاقة بالشأن الإسرائيلي، وبالتالي هو ليس أولوية عند الإسرائيلي. وإذا صح له أنه يغتاله فلن يتردد في ذلك. من إذن دكتور محمد الذي فعلا يؤكد أن يكون اغتيال مصطفى بدر الدين أولوية لديه؟ أولا يجب الانتباه على البلد الذي اغتيل فيه، واغتيل في سوريا، وبالتالي حتى عندما اغتيل عماد مغنية وعندما تم اتهام إسرائيل بهذا الشأن، نعرف أنه عماد مغنية طبعا هو هدف إسرائيلي، لكنها اغتيلة في دمشق في منطقة تسيطر عليها المخابرات السورية بشكل كامل، وفي منطقة يعني تشبه المنطقة الخضراء الموجودة، المربع الأمني في دمشق. وبالتالي كان الأسئلة ليس من اغتال، ولكن كيف تمت عملية الاغتيال ومن هو متواطئ في الداخل. الاحتمال أن يكون قتل في حلب هو من الاحتمالات الواردة جدا، لأنه هو طبعا قائد ميداني وعسكر ويخوض المعركة هناك. الاحتمال أن يكون قتل لحساب تصفية لها علاقة باللائحة
المتعلقة باغتيال الرئيس الحريري. طبعا يعني في الفترة الأخيرة جريدة روز ليوسف المصري فاجأت الرأي العام الدولي بالإعلان أن هناك عزم لدى المحكمة الدولية المختصة بشأن اغتيال الرئيس الحريري بأنها ستطالب ستستدعي السيد حسن نصر الله أمين عام للحزب للتحقيق في هذا الشأن. وبالتالي هذه نوع من الضغوط الدولية تقترب شيئا فشيئا. ضيفك طبعا عندما قال أنه لم يغتالوا أحد، لا، هناك طبعا خمسة من الذين اتهموا رسميا من قبل المحكمة الدولية، لكن كان هناك كل هذه الأسماء التي تدور. يعني بس من القائمة اللبنانية يعتبر مصطفى بدر الدين الآن الذي كان على رأس القائمة هو من يعني في شق هو من هو متهم، ولكن في شق أيضا أنه تدور حول الشبهات. رستم غزالي كان هو قائد الاستخبارات السورية المشرف على كل شيء في لبنان. قبل ذلك كان اللواء غازي كنعان الذي كان صديقا شخصيا فعلا لرئيس رفيق الحريري، لكن أيضا تم قتله تحت بند الانتحار لعلاقة ما، ليس في القتل، في رفض القتل أيضا في هذا الموضوع. في كمان جامع اللي كان قائد الاستخبارات السورية في بيروت كمان قتل، ولكن مع مصطفى بدر الدين هناك أربعة هم ما زالوا طبعا فارين ومزولوا متورين افتراضا بأنهم أحياء متورد. بس لكن هل مصطفى بدر الدين من وجهة نظرك هو فعلا على رأس القائمة؟ هل الأسرار التي يملكها مصطفى بدر الدين عن اغتيال رفيق الحريري أكبر من الأسرار الموجودة لدى الآخرين؟ على الأقل نحن إذا وثقنا بهذه المحكمة الدولية وبناء على هم اعتمدوا الاتصالات الدولية التي حصلت، وهذه الاتصالات صبت على هذا القائد فاتهموه بأنه كان مشرفا على هذا الأمر، وهناك أربع آخرين يعني منفذين لذلك. لكن أيضا من كان يعرف أكثر من ذلك من معلومات هو عماد مغنية الذي كمان تم اغتياله بظروف ما زالت حتى الآن غامضة يضم الرد على إسرائيل بشكل أو بآخر القول. طبعا هناك أسئلة لا نستطيع يعني، لكن نحن أيضا نشارك في طرح هذه الأسئلة، ولا يمكننا أيضا. طبعا أنا أريد فقط أن أذكر بأنه خلال الساعات ستخرج رواية من حزب لذلك الله لذلك غدا، لكن هذه الرواية هي رواية حزب الله، لا نعرف إذا كانت هذه الرواية صحيحة. السيد نبيه برجي قال بأنه الأمر محسوم بالنسبة لحزب الله، إسرائيل هي من اغتالت ولكنها تبحث عن التفاصيل هو الفنية. أفضل رواية هي أن تكون إسرائيل هي اللي اغتالت، وبالتالي هذا القائد يكون شهيدا أمام كل أعضاء حزب الله، وبالتالي هذا لا يزعزع المعنويات الموجودة لدى حتى المقاتلين الموجودين في سوريا. أما إذا ضيفك الأول عندما تحدث عن إمكانية أن يكون قتل في حلب، ففعلا هذا ممكن أن يضرب معنويات المقاتلين هنا. نعم، ابقى معي دكتور قواسي إلى ملفنا الثاني.